بسم الله الرحمن الرحيم، مع فرع جديد من فروع التشريح وهو أخطرها على الإطلاق، هو النيورو أناتومي أو السنترال أناتومي أوف ذا سنترال نيرفس سيستم. النيرفس سيستم في جسم الإنسان بيتكون من جزئين، سنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم ده هو موضوعنا على مدار المحاضرات اللي جايه. ده بيتكون من برين وسباينال كورد. البريفرال نيرفس سيستم ده عباره عن شبكه من الاعصاب، 12 منهم 12 زوج من هذه الاعصاب كان بيخرج من البرين فبيسموه كرينيال نيرفس، و31 زوج من هذه الاعصاب كانت بتخرج من السباينال كورد فبيسموها سباينال نيرفس. احنا موضوعنا احنا هنتكلم على السنترال نيرفس سيستم علشان نفهم كويس وظيفة هذا الجهاز. هو الجهاز المختص بالتالي، مختص بثلاث حاجات: انه يستقبل السنسيشن من كل انحاء الجسم عبر الاجزاء المختلفه من النيرفس، من البريفرال نيرفس سيستم، يعني عن طريق النيرفس المختلفه سواء كان كرينيال او سباينال. كل السنسيشن بتاع جسم الانسان هيمشي في هذه المسارات كي يصل الى السنترال نيرفس سيستم. الوظيفه الثانيه ان السنترال نيرفس سيستم هياخد هذه السنسيشنز، ينسقها ويرتبها ويظبطها، ثم بناء على توصيفه لها هيعمل العمل الثالث بتاعه. العمل اللي فات ده كان اسمه الانتجريشن. العمل الثالث من وظائف السنترال نيرفس سيستم انه بناء على فهمه لمختلف انواع السنسيشن هيرسل الموتور اوردرز، الاشارات العصبيه المحركه. المحركه لمين؟ المحركه الاعضاء المرجوه، الاعضاء المستهدفه سواء كان عضلات أو أعضاء. مين وسيلة الاتصال اللي هتمشي عليه هذه الإشارات الحركية؟ وسيلة الاتصال هو البريفرال نيرفس سيستم، اللي هو مين؟ اللي هو أزواج الكرينيال نيرفس والسباينال نيرفس، اللي كانت وظيفتها الأساسية إنها ترانسميت ذا سنسيشن للسي إن إس وتكري الموتور أوردرز من السي إن إس إلى التارجت أورجانز في المسلز أو في الجلانز. ده الشكل العام للنيرفس سيستم. احنا هناخد السنترال نيرفس سيستم ونبتدي ندرسه، ندرس الوصف التفصيلي لاجزائه المختلفه بمنهجين اتنين. المنهج الاول هندرسها من الخارج، والمنهج الثاني هندرسها من الداخل. يعني هنشوف الاكسترنال فيتشرز والانترنال ستراكشرز. هنبتدي اولا بالاكسترنال فيتشرز لكل من السباينال كورد والبرين، وهتبتدي اولا بالسباينال كورد. السباينال كورد كديفينيشن هو اللور بارت اوف ذا سنترال نيرفس سيستم. طيب كاكسترنال فيتشرز، الملامح الخارجيه بتاعته تشمل رؤوس الموضوعات الاتيه: الشيب، السايت، اللينس، الاكستنشن، وحاجات تانية اضافيه. تعالوا نشوف كده مع بعضنا الشيب. شكل السباينال كورد ايه؟ احنا بنقول السباينال كورد عباره عن كومبريسد ريجولار سيلندريكال ماس، يعني كتلة مضغوطة وشبه اسطوانية، مش اسطوانية تماما. مكانها فين؟ السايت، قاعدة انسايد ذا فيرتبرال كانال. ما هي الفيرتبرال كانال؟ احنا لو فاكرين شكل الفيرتبرا، ادي فيرتبرا وتحتها فيرتبرا تانية وتالتة لحد ما نخلص الفيرتبرال كولم. كانت الفيرتبرا مكونة من جزئين، جزء امامي اسمه بودي وجزء خلفي اسمه ارش، بينهم فتحة اسمها فيرتبرال فورامين. الفيرتبرال فورامين بين كل فيرتبرا والتانية لما نجمعهم مع بعض هيعملوا لي تيوب او كانال يسموه بوني كانال، يسموها فيرتبرا الكانال. يبقى الفيرتبرا الكانال هي محصلة او مجموع الفيرتبرا الفورامنا لكل الفيرتبري المختلفة المكونة للفيرتبرا الكولم. يبقى مكان السباينال كورد انسايد ذا فيرتبرا الكانال. طب اللينس طوله قد ايه؟ طوله 45 سنتي، ده في الادلتس في الكبار، او بمعنى اصح
25 سنتي أقل من طول الفيرتبرال كولم. معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إن السباينال كورد does not occupy the whole length of vertebral canal، لأنه بيخلص عند مستوى معين. طيب من فوق بيبتدي فين؟ شوية من تحت الفورامن ماجنم. الفورامن ماجنم ده اللي هو أكبر فورامن في البيز أوف ذا سكال، بيبتدي من تحتها as a continuation of the medulla oblongata اللي هي الجزء الأسفل من البرين ستيم، ويفضل ماشي في الفيرتبرال كانال حتى يصل لمستوى الأبر اللور بوردر أوف ذا فيرست لمبر فيرتبرا أو الأبر بوردر أوف ذا سكند لمبر فيرتبرا أو إن بتوين ذي تو. معنى الكلام ده ان السباينال كورد لا يشغل does not occupy the whole length of vertebral canal. طيب معنى لهذا الكلام، الكلام ده في الادلتس. طب امال في الاجنه والصغار؟ الاجنه والاطفال الصغار كان في اختلافات لمستوى نهايات السباينال كورد انسايز فيرتبرال كانال. بمعنى ايه؟ هنقول الجنين في عمره داخل رحم الام في شهره الثالث، الجنين في شهره الثالث كان السباينال كورد واخد كل اللينس ذا هول لينس اوف فيرتبرال كانال، ده لما كان في الشهر الثالث. ولما اصبح في الشهر التاسع اللي هو بيقولوا عليه الفول تيرم، السباينال كورد وصل لمستوى السيرد لمبر يعني طلع فوق شويه. فعشان كده بقول لك القاعده الظريفه، لما كان سيرد كان فل، ولما بقى فل بقى سرد. يعني ايه؟ يعني الجنين لما كان في الشهر الثالث السباينال كورد كان واخد الفول لينس اوف فيرتبرال كانال، ولما الجنين كبر واصبح فول تيرم، فول تيرم يعني في الاند اوف بريجننسي في نهايه الحمل، السباينال كورد كان عند مستوى السيرد لمبر فيرتبرا. اما في الكبار زي ما اتفقنا فالسباينال كورد كان بيصل في الكبار لحد مستوى اللور بوردر of the first lumbar vertebra. ده بيسموه age variations of the level of termination of spinal cord، اختلافات نهاية السباينال كورد داخل الفيرتبرال كانال مع الأعمار المختلفة من حياة الإنسان سواء كان جنين أو أدلت. نهاية السباينال كورد، السباينال كورد اللي بينتهي عند الليفل اوف ذا لوور بوردر اوف فيرست لمبر فيرتبرا، بينتهي از ايكونيكال ماس، ككتله مخروطيه يسموها كونس ميدلاريز. كونس ميدلاريز دي اسم نهايه السباينال كورد. وعند هذا المكان احنا قلنا في سباينال نيرفز بتخرج من السباينال كورد اللي هي خارجه بالعرض ديت، لكن في هذا المكان النيرفز هتنزحم، السباينال نيرفز اللي خارجة من اللمبر والسكرال والكوكسجيل هتتزاحم مع بعضها وتكون شكل يشبه ديل الحصان، زي ايه؟ التيل اوف هورس، يسموه كودا اكوينا. ما هي الكودا اكوينا؟ هي زحمة السباينال نيرفز اللي خارجة من اللمبر والسكرال والكوكسجيل ريجونز اوف ذا او سيجمنتس اوف ذا سباينال كورد، زحمتها فين؟ بعد نهاية السباينال كورد، يسموها الكودا اكوينا. ادي نهاية السباينال كورد اللي اسمها كونس ميدلاريز. طيب ننتقل بعد كده على نقطة تانية، هي شكل السباينال كورد. هل هو سيلندريكال ماس اليونيفورم بتاعها مستوي ابدا؟ بنقول ان السباينال كورد along its whole course ما بيشكلش does not form complete cylindrical mass، لكنه بيشهد تضخمين اتنين في مساره. التضخم الاول في منطقة النك يسموه cervical enlargement او cervical bulge، التضخم الثاني قاعد في منطقة اللمبر ريجون وبيسموه lumbar enlargement. يبقى هنا عندي فيه تضخم من اتنين، cervical enlargement واللمبر انلارجمنت. لماذا السباينال كورد بيتضخم في المكانين دول؟ السيرفايكال انلارجمنت هذا التضخم في مسار السباينال كورد علشان يناظر
تكوين تو بلكسسز، البريكال بلكسس والسيرفيكال بلكسس. اما في منطقة اللمبر ريجون فكان هذا الانلارجمنت في الكورس اوف ذا سباينال كورد كان علشان مكان الاوريجين بتاع اللمبر بلكسس. طيب يا ترى السباينال كورد هو في مكانه كان متغطي ولا عريان؟ السباينال كورد في مكانه انسايد ذا فيرتبرال كانال. الفيرتبرال كانال دي بوني كانال، مش معقول النيرف هيحك فيها هيتكهرب؟ فربنا سبحانه وتعالى كان حماه، كان غطاه بثلاث اغطيه مختلفه. يبقى ذا سباينال كورد از كفرد ان اتس بوزيشن انسايد ذا فيرتبرال كانال بثري ممبرينس انفلوبس. مين هم الثري ممبرينس انفلوبس دي؟ بيسموها المينينجيس او السحايا. هنرتبها كده من سوبرفيشال لديب، يعني من بره لجوه. اول غطا مغطي السباينال كورد، يعني من ناحيه العظم، من ناحيه عظم الفيرتبرال كانال، اسمه ديورا ماتر. وديورا ماتر دي عباره عن سيك فايبرس ممبرين اللي هي الام الجافيه. الطبقه الثانيه اللي تحت منها دي عباره عن ترانسبيرنت ممبرين يسموه اراكنويد ماتر، اللي لونها هنا لونها اخضر. الديوره لونها بنفسجي هنا، واما الاراكنويد فكان لونها اخضر. الطبقه الثالثه، يبقى الاراكنويد ماتر الطبقه الثانيه دي بيسموها الام العنكبوتيه. اما الطبقه الثالثه الممبرينس انفلوب الثالث من المينينجيز اللي مغطي السباينال كورد، فهو المباشر اللي قاعد مباشره فوق السيرفيس اوف ذا سباينال كورد، وبيسموه البيا مطر او الام الحنون. ليه سموه بيا مطر؟ اولا انه لايز دايركتلي اوفر ذا سبستانس اوف ذا سباينال كورد. السبب الثاني انه فيرملي ادهرنت، يعني ايه؟ يعني لازق بقوه، مشدود بقوه للسيرفيس اوف ذا سباينال كورد، كودنت بي سيبريتد ايزلي، يعني ما ينفصلش بسهوله عن السيرفيس اوف ذا سباينال كورد، زي الام التي لا يمكن نزعها عن ابنها، فبيسموها الام الحنون. فبيسموا هذه الطبقه اللي هي البيا ماتر الطبقه الثالثه الام الحنون. يبقى في عندي ام جافيه ديورا ماتر، ام عنكبوتيه اراكنود ماتر، وام حنون اللي هي البيا ماتر. طيب السباينال كورد احنا قلنا انه بيخرج منه 31 زوج من الاعصاب يسموهم سباينال نيرفس. السباينال نيرفس دي بتتكون من ايه؟ بتخرج ازاي؟ كل سباينال نيرف منهم بيخرج من السباينال كورد بتو روتس. روتس من الناحية الامامية او الناحية البطنية يسموه فينترال روت، اللي هو ده الفينترال روت اهو، وده الفينترال روت اهو، وده الفينترال روت اهو، يبقى ده الفينترال روت. وروت تاني من الناحية الخلفية الظهرية يقول عليه دورسال روت، من هنا اهو، والدورسال روت من هنا من الناحية التانية اهو. يبقى السباينال كورد يخرج من السباينال نيرفز، تخرج من السباينال كورد بتو روتس. التو روتس يجمعوا مع بعض عند الانترفيرتبرال فورامين. هذا هو الانترفيرتبرال فورامين. طب احنا عرفنا الفيرتبرال فورامين والفيرتبرال كانال. الفيرتبرال فورامين والكانال دي عبارة عن فتحات بين البودي والارش بتاع الفيرتبرال اللي قاعد في السبانال كورد. اما الانترفيرتبرال فورامين فدي فتحات جانبيه توجد بين كل فقارتين متتابعتين، يسموه الانترفيرتبرال فورامين، تخرج منه السباينال نيرف. فالسباينال نيرف يجي عند الانترفيرتبرال فورامين واللي يعمل ايه؟ يتحد التو روتس مع بعض. التو روتس الفنترال روت والدورسال روت هيتحدوا مع بعض عند الانترفيرتبرال فورامين ويكونوا ايه؟ يكونوا الميكسد نيرف ترانك. الفنترال روت ده وظيفته الاساسيه ده موتور روت، والدورسال روت وظيفته الاساسيه ده سنسيلو روت. لما يتجمعوا مع بعض يعملوا الميكسد نيرف ترانك، اللي هو بيبقى ايه؟ بيبقى نيرف مخلط في سنسوري فايبرز وموتور فايبرز. ثم اول ما يطلع على طول هينقسم الميكسد نيرف اللي هو السباينال نيرف، يعني هينقسم الى كل من الفنترال ريمس والدورسال ريمس، هنجد فايبرز مخلطه ميكسد سنسوري وموتور. يبقى الفنترال روت ده بيور موتور، والدورسال روت ده بيور سنسوري، الميكسد نيرف ترانك ده ميكشر من الاثنين. لما يتقسم للتو ماي كل ريمس فيها نيرف فايبرز مخلطه
سنسوري على موتور. طيب السباينال كورد هو قاعد في مكانه، يا ترى متثبت ازاي؟ فيكسيشن اوف ذا سباينال كورد، هاو ذا سباينال كورد از فيكسد ان اتس بوزيشن انسايد ذا فيرتيبرال كانال. السباينال كورد هيتثبت في مكانه بتلات عوامل اساسيه، تلاتة اناتوميكال ستراكشرز هيساهموا في تثبيت السباينال كورد، واحدة من تحت خالص، واحدة من فوق، واحدة من الجوانب. اللي من تحت خالص اسمها الفايلم تيرمينال. ايه هو الفايلم تيرمينال؟ بصوا معايا، الفايلم تيرمينال السباينال كورد لما بينتهي عند المستوى الفيرست لامبر فيرتبرا، احنا قلنا متغلف بتلات اغلفة، ديورا مطر تحتها اراكنويد مطر، ولازق من هنا البيا مطر. البيا مطر الحنونة اللي هي الام الحنون اللي لازقة على السباينال كورد تماما، هذه البيا مطر هتحزن على نهاية السباينال كورد. السباينال كورد لما خلص في هذا المكان اسكونس ميدلاريز هتحزن عليه البيا مطر، فتذبل وتضمر وتكون فايبرس ثريد لايك ستراكشر. يعني ايه؟ يعني يتكون ستراكشر يشبه الخيط، يسموه فايلم تيرمينال. اذا الفايلم تيرمينال هو نهاية البيا مطر مع نهاية السباينال كورد، هتفضل ماشية في الفيرتبرال كانال لحد التب اوف ذا كوكسكس، لحد قمة العصعص، وتعمل على تثبيت السباينال كورد في مكانه. دي اول حاجة. الحاجة التانية اللي هتثبت السباينال كورد دي من فوق اللي هي الديورة مطر، فهنجد الديورة مطر هتثبت السباينال كورد من فوق في المارجنز اوف ذا فورامين ماجنم، وفي السايدز في الجوانب في المارجنز اوف ذا انتر فيرتبرال فورامين. يعني المارجنز اوف ذا فورامين، فورامين ماجنم من فوق وانتر فيرتبرال فورامين من الجوانب، تعمل على تثبيت السباينال كورد. اما العامل الثالث، يبقى احنا كده خدنا واحد وخدنا ثلاثه. العامل الثاني اللي هو ليجامنت شهيره اسمها دنتيكيوليت ليجامنت. ايه الدنتيكيوليت ليجامنت ديت؟ دنتيكيوليت يعني مسننه، جاي من دنتستري الاسنان، كل طب الاسنان فاكولتي اوف دنتستري. فهنا دنتيكيوليت الليجامنتس الاربطه المسننه، عامله زي الاسنان. هي عباره عن ايه؟ هي دريفاتيفز من الديورة مطر، بتخرج من الجوانب وتعمل على تثبيت السباينال كورد في جوانب الفيرتبرال كانال. بهذا الشكل يثبت السباينال كورد في مكانه بفعل التلات عوامل، الفايلم تيرمينال اللي هي كانت البيئة مطر، ثم الديورة مطر من فوق عند الفورمن ماجنم، ومن الجوانب عند الانتر فيرتبرال فورامنا، ثم من الجوانب ايضا بالدنتيكوليت ليجامنت اللي هي ديريفاتيف خارجه منين؟ خارجه من الديوره مطر. السباينال كورد هو في مكانه بيتقسم لعدد 31 قطعه يسموها سيجمنتس. السيجمنتس اوف ذا سباينال كورد، قطع السباينال كورد. ال 31 قطعه دول كانوا مترتبين كالتالي: 8 في منطقه النك، و12 في منطقه الثوركس، و5 في منطقه اللمبر، و5 في منطقه السكرال، و1 في منطقه الكوكسكس. المناطق دي من ايه؟ من السباينال كورد، مش من مناطق الفرتبرا كورم. ليه؟ لان هنا في ملحوظتين. اول ملحوظه ان من كل من السايد بتاع كل سيجمنت بيخرج 1 بير اوف سباينال نيرفز، يعني ال 31 قطعه هيخرج منهم 31 بير من السباينال نيرفز. اول ملحوظه. الملحوظه الثانيه ان السيجمنتس اوف ذا سباينال كورد از نوت كورسبوندينج تو ذا سيجمنتس اوف فيرتبرال كولم. ومين السيجمنتس اوف ذا فيرتبرال كولم؟ اللي هي الفيرتبرا الواحده. يعني السيجمنت اوف ذا سباينال كورد لا تناظر السيجمنت اوف ذا فيرتبرال كولم، يعني لا تناظر الفيرتبرا اللي قدامها. بمعنى ايه؟ يعني اذا كانت ديت السيجمنت الثامنه من السباينال كورد، فهنجدها امام السيجمنت مثلا السبعه في الفيرتبرال كولم، يعني من الفيرتبرا السبعه. طب جينا ننزل تحت هنا، ديت السيجمنت رقم 12
من السباينال كورد هنجدها امام الفرتبرا الثوراسيك التاسعه. طب نيجي نشوف هنا، ديت السيجمنت الخامسه من اللمبر سيجمنتس اوف ذا سباينال كورد، هنجدها في امام في مواجهه ال 11 ثوراسيك فيرتبرا. ده يرجع السبب في كده ايه؟ ان احنا قلنا ان طول السباينال كورد از نوت كورسبوندنج لللينس اوف ذا فيرتبرال كولم، لان السباينال كورد لا يشغل كل الفيرتبرال كل الفيرتبرال كانال. ادي سيجمنتس اوف ذا سباينال كورد، 8 ثوراسيك، 8 سيرفيكال، 12 ثوراسيك، 5 لمبر، 5 سيكرال، 1 كوكسيجيال. نحب بس ننبه لحاجه افكركم بيها، انا عندي 8 سيجمنتس في السباينال كورد بيخرج منهم 8 بيرز اوف سيرفيكال نيرفز، انما البونز انما الفيرتبري بتاعه السيرفيكال ريجون اوف ذا فيرتبرال كولم كان عددهم 7، يبقى بون 7 ونيرفز 8. تمام، ده في منطقه النك. طيب اذا جينا ننظر للاكسترنال فيتشر اوف ذا سباينال كورد، خدنا قطاع كده في السبينال كورد وعايزين نبص عليه من بره، فهنجد ان في 6 ديبريشنز، 6 ديبريشنز على السيرفيس اوف ذا سباينال كورد. الديبريشن الاولاني يقع في الميدل لاين من الامام، يسموه انتيريور ميديان فيشر، هينظروا سبتم من الخلف اسمه بوستيريور ميديان سبتم. ثم في عندي بعد كده 2 انتيرو لاترال سالكاي، واحد ليفت والتاني رايت، واثنين بوستيرو لاترال سالكاي ايضا، واحد ليفت والتاني رايت. يبقى اذا عندي 6 ديبريشنز، ادي 1 2 3 4 5 6. تعالوا نشوف الكومبوننتس مره ثانيه اوف ذا سباينال كورد في منظر اخر، ده السباينال كورد وادي الكومبوننتس المختلفه بتاعتها، هنشوفها دلوقتي. ادي السيرفيكال نيرفز، ثوراسيك نيرفز، لامبر نيرف، السكرال، دي النيرفز المختلفه اللي كانت خارجه. تعالوا من السباينال كورد تعالوا نشوف كده كل نيرف، لو خدنا كل نيرف لوحده ادي كان طالع اهوت، او زي هنا مثلا كان طالع بتو ريما، طالع بتو روتس يعملوا مع بعض، التو روتس هيعملوا ترانك والترانك يتفرع الى تو ريماي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. افكركم ان هوت الكودا اكوينا اللي هي كانت زحمه اللمبر والسكرال والكوكسجيال نيرفس بعد نهايه السباينال كورد، زحمتها عامله شكل دي الحصان اللي بيسموها الكودا اكوينا. ده نفس الكلام اللي احنا شرحناه قبل كده على الكومبوننتس اوف ذا سباينال نيرفز. احب بس افكر تاني واكد واقول ان الفنترال روت كان موتور والدورسال روت كان سنسوري، اما النيرف ترانك ده كان ميكسد والريماي اوف ذا ترانك كانوا ايضا ميكسد. في منظر اخر اهوت للكومبوننتس اوف ذا سباينال نيرف، ادي من عندي الدورسال روت وادي من عندي هنا الفنترال روت بيتحدوا مع بعض عند الانتر فيرتبرال فورامن، ده الانتر فيرتبرال فورامن ويكونهم الميكسد نيرف ترانك، ادي الانتر فيرتبرال فورامن وده الميكسد نيرف ترانك اللي هو السباينال نيرف اللي بتفرع لفرعين اثنين، فرع في الامام اسمه فنترال ريماس وفرع في الخلف اسمه دورسال ريماس. الروتس ديت مخصصه، يعني ايه تخصصيه؟ يعني الدورسال روت ده كان سنسوري والموتور ده كان الفنترال كان موتور، اما الترنك والرماي اللي طلع منه فدي كانت ميكسد. بعد كده هندخل على البلاد سبلاي اوف ذا سباينال كورد. بلاد سبلاي هنقسمها الى ارتيريال سبلاي وفينوس درينج. الارتري الاول المسؤول عن تغذيه السباينال كورد اسمه انتيريور سباينال ارتري. ده جاي منين؟ الرسمه دي تبين ايه؟ ديت نهاية المدلة أوبلونجاتا، المدلة أوبلونجاتا اللي هي اللور بارت اوف ذا برين ستيم. ده الفورامن ماجنم وده السباينال كورد اللي هو الكونتينيويشن اوف ذا مدلة أوبلونجاتا. كان داخل هنا بقى تجويف المخ أو تجويف الجمجمة، مش عفوا مش تجويف المخ، ده تجويف الجمجمة. بتجويف الجمجمة اللي هو الكرينيال كافيتي كان دخل شريان. هذا الشريان كان ماشي في الترانسفيرسوريال كانال، الكنال اللي موجوده في الترانسفيرس بروسيس اوف ذا سيرفيكال فيرتبري. هذا الشريان اسمه فيرتبرال ارتري، ده كان برانش من السبكليفين ارتري.
هيدخل من الفورم الماجنم. انا عندي اتنين فيرتبرال، واحد رايت واحد ليفت، هيتحدوا مع بعض ويكونوا البازل الارتري، وده الشريان الاساسي المسؤول عن تغذيه البيز اوف ذا برين. الفيرتبرال ارتري انا عندي واحد رايت واحد ليفت، هيخرج من كل فيرتبرال ارتري شريان صغير على شكل روت، واحد رايت واحد اتحدوا مع بعض. هيتحدوا مع بعض فين؟ عند الانتيريور ميديان فيشر، ويكونوا الانتيريور سباينال ارتري اللي هو الارتري الاولاني المسؤول عن تغذيه الجزء الامامي من السباينال كورد. طيب الارتري ده هيمشي وهيغادر مين؟ هيغادر الكرينيال كافيتي، هينزل داونوردز في الانتيريور ميديان فيشر از ا سنجل ارتري، يعني التروتس اتحدوا مع بعض وكونوا ارتري واحد اسمه انتيريور سباينال. هيمشي في الانتيريور ميديان فيشر على الانتيريور سيرفيس اوف ذا سباينال كورد، وطول ما هو نازل يضيق يحصل له ناروينج، وهينتهي بنهايه السباينال كورد، وده اطول ارتري في جسم الانسان اللي هو الانتيريور سباينال ايه انتيريور سباينال ارتري. هيمشي بهذا المنظر، هيخرج من الفيرتبرال من الفورام ماجنم ويمشي على الانتيريور سيرفيس او ذا ايه of the spinal cord over the anterior median fissure. كويس، ده الارتري الاولاني، يبقى خرج باتنين روتس لكنه اتحدوا مع بعض وعمل وان ارتري. الارتري الثاني اسمه posterior spinal artery، هيخرج ايضا من الفيرتبري يعني داخل الكرينيال كافيتي، بس هيخرج كتو سيبريت ارتز، وهيمشي فين؟ هيمشي في الباك اوف ذا سباينال كورد. بعد ما يعدي الفورامين ماجنم هيمشي في البوستيرو لاترال اسبيكت اوف ذا سباينال كورد. ادي عندي واحد ليفت وعندي واحد رايت، وبعد كده هينقسم كل واحد الى اتنين، واحد انتيريور وواحد بوستيرور. الانتيريور هيمشي قدام الدورسال روت، والبوستيرور يمشي ورا الدورسال روت اللي هو ده، ماشي الدورسال ده يعني ورا الدورسال روت بتاع السباينال نيرف اللي خرج من هذا المكان من الدورسال هورن من هنا، ويفضل ماشيين بطول السباينال كورد، هينتهي مع الترمينيشن ايضا اوف ذا سباينال كورد. احب اقول ان الانتيريور سباينال ارتري كان وان ارتري وبيغذي الانتيريور ماس اوف ذا سباينال كورد، البوستيريور سباينال ارتريز كانوا تو ارتريز مش ارتري واحد، ماشي في الباك وبيغذي منطقه الباك اوف ذا سباينال كورد. الاثنين خارجين من الفيرتبرال ارتري بداخل الكرينيال كافيتي، والاثنين خرجوا من الايه؟ خرجوا من الفورامين ماجنم، بس الانتيريور سباينال كان واحد والبوستيريور سباينال كان اثنين. ده كان الانتيريور والبوستيريور سباينال ارتريز. طب ماذا عن الجوانب؟ الجوانب السايدز، السايدز اوف ذا سباينال كورد هتتغذى من مجموعه ارتريز يسموها راديكولار ارتريز. ايه حكايتها؟ راديكولار جاي من راديوس. ريديكولار ارتريز دي ارتريز يعني لاترال ارتريز، ارتريز تغذي اللاترال كولم اوف ذا سباينال كورد. دي جايه منين الارتريز دي؟ هتدخل السباينال كورد عن طريق الانتر فيرتبرال فورامينا، يعني مع مسارات او مخارج السباينال نيرفس. السباينال نيرف يخرج، هي تدخل من الانتر فيرتبرال فورامينا. هي برانشز منين؟ تختلف، في السيرفايكال ريجون كان برانش من الفيرتبرال، في الثوراسيك ريجون كانت برانشز من الانتركوستال ارتريز، في اللمبر ريجون كانت برانشز من اللمبر ارتريز، في السكرال ريجون كانت برانشز من اللاترال سكرال ارتريز. ده السباينال كورد نيمناه هوريزونتال وقطعناه وبصينا لقينا هنا ايه؟ ادي الدورسال روت وادي الفنترال روت، وده الانتر فيرتبرال فورامن والسباينال نيرف، دي على الناحيه ديت وكذلك على الناحيه الثانيه، وده السباينال نيرفا، ده الانتر فيرتبرال فورامن، ده المكان اللي هتدخل منه من الراديكولار ارتريز اللي احنا قلنا مصادرها بتختلف على حسب الليفل. طيب ادي كان الانتيريور سباينال ارتري، ده عارفينه، ده كان واحد وماشي على الانتيريور ميديان فيشر واللي كان بيضيق كل ما ننزل تحت. طب ده البوستيريور سباينال ارتريز، احنا قلنا ده اتنين، واحد ليفت وواحد رايت، وكل واحد يتفرع لفرعين اتنين، واحد يمشي ورا الدورسال روت، واحد ادي ورا الدورسال روت، ورا الدورسال روت، واحد يمشي قدام الدورسال روت، ده هنا على الناحيه الشمال، واللي زيه الثاني على الناحيه اليمين بهذا الشكل. طيب يبقى كده الانتيرو بوستيرو، امال فين الراديكولار ارتريز؟ ايه؟ ادي الراديكولار ارتريز.
شايفينها؟ ادي كل ارتري بيجي من الانتر فيرتبرال فورامين، من الارتري المناظر له على حسب السيجمنت، على حسب المستوى. احنا قلنا في السيرفيكال ريجن كان من الفيرتبرال وهكذا، في الثوراسيك كان من الانتر كوستال، في اللمبر من اللمبر، من السكرال من السكرال. طيب كل ارتري يدخل من الانتر فيرتبرال فورامين، انتر فيرتبرال فورامين، ويتفرع لفرعين اتنين، كل فرع يمشي مع روت من الروتس المكونه للسباينال نيرف، ثم يدخل بعد كده يعمل ايه؟ هيتفرع الى عدد من الفروع هتغذي اساسا اللاترال ماس والى حد ما الانتيرور والبوستيرور ماس اللي بيسموها الكولمز اوف ذا سباينال كورد. طب تعالوا نشوف الفينس درينج. ده عن طريق ست اورده ماشيه طوليا بتكون 6 لونجيتودينال فينس شانلز متناثره على السيرفيسز المختلفه للسباينال كورد. ادي السباينال كورد، ده الدورسال روت وده الفنترال روت اوف ذا سباينال نيرف، وعلى الناحيه الثانيه نفس الحكايه. مين هم السته فينز دول؟ سته فينز ماشيين بالطول. ماشيين ازاي؟ تعالوا نبص مع بعضنا. الفينز اللي ماشيه هتتجمع وهتكون الاتي. ادي الفينز المناظره للارترز هتتجمع مع بعضها وتعمل السته شانلز. تعالوا كده، اول شانل، اول فين ده كان قاعد في الانتيريور ميديان فيشر. الفين الثاني قاعد فين؟ قاعد في البوستيريور ميديان فيشر. بعد كده في تو فينز قاعدين ورا الدورسال روت اهو، وفي تو فينز قاعدين ورا الفنترال روت، يتجمعوا مع بعض هذه الشانل وفي في بيهايند ذا فيرتبرال كولم يكونوا فيرتبرال بلكسس اوف فينز.